بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أنور من قناة شاهد وتعلم مع الجرياوي لصيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية والغسالات الأوتوماتيك. في الفيديو ده إن شاء الله معانا غسالة فيليبس تحميل علوي، أو بمعنى أصح هي أوتوماتيك كامل، الباب بتاعها من فوق. الغسالة دي بيشتكي العميل إنه لما بيجي يحط هدوم بتبقى تقيلة على الغسالة، الحلة ما بتلفش، أو بمعنى صح بتحاول تلف بس ما بتقدرش تكمل اللفة بتاعتها. زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، تحس إن الحلة عايزة تلف ما بتكملش، بتتمرجح ما بتكملش اللفة بتاعتها. طبعا السبب ده بسيط يا جماعة، بس قبل ما نقوله إيه السبب، ياريت لو أول مرة زورونا بالقناة ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. طبعا احنا شغلنا الغسالة على وضع العصر، وهنشوفه هل الحلة هتلف زي وضع الغسيل ولا مش هتلف خالص. طبعا الحلة مش جايمة خالص يا جماعة لوحدها، مع ان الطرمبة شغالة وصفت المية كلها. وللعلم برضو بالشيء ان الغسالة فيها هدوم يا جماعة، دي طبعا الالوان بتاعت الضفيرة، ودي بيانات الغسالة، غسالة فيليبس يا جماعة، غسالة الزمن الجميل. طبعا احنا هنفك الاول الاربع مسامير ماسكين غطا الظهر بتاع الغسالة عشان نفحص الدوران بتاع الماتور، ونشوفه هل هو عليه حمل ولا الحمل خفيف عليه. طبعا زي ما انتم شايفين يا حضرات، احنا بنلف الطار بنحاول نساعد الماتور عشان ايه يبدا الدوران معانا ويلف. فمفيش يعني في الغسيل ما بيرضاش يلف خالص، تقيلة عليه الحمل بتاعه، او الحمل الغسيل تقيلة عليه يا جماعة. فطبعا هنفك السير زي ما حضراتكم شايفين، ونجرب الماتور لوحده. الماتور شغال شمال وبرضه هياخد وقته، ويشتغل يمين بس اللفة بتاعته بطيئة. طب ايه المشكلة دي؟ المشكلة دي يا جماعة حاجة بسيطة، بتبقى يا اما الكهرباء ضعيفة، يا اما ملفات الماتور ضعفت، يا اما المكثف نفسه الساعة بتاعته قلت. طبعا احنا هنشيك على الفولت زي ما حضرتكم شايفين، لقينا الفولت 220 من غير تشغيل الغسالة. بعد ما اشتغلت الغسالة الفولت نزل ل 217 فولت. طبعا انا شغلت الغسالة على وضع العصر وبس ساعدتها بيدي لحد ما لفت معايا. مشكلة عدم دوران الموتور لوحده يا جماعة مع الحمل، بيبقى ضعف في الساعة بتاعت المكثف بتاعه. المكثف موجود يا جماعة تحت الغطاء العلوي للغسالة، ثلاث مسامير دول هيتفكوا ونطلع نرفع الغطاء، هيظهر معانا المكثف الخاص بالموتور. المكثف ده يا جماعة القيمة بتاعته 16 ميكرو فراد، زي ما انتوا شايفين يا حضرات 16 ميكرو فراد. طبعا هنقيس الساعة بتاعته ونتأكد هل الساعة فعلا 16 ميكرو فراد ولا قلت. انا بفحص المكثف على وضع الميكرو فراد، زي ما حضراتكم شايفين لقيته مديني 7.8 ميكرو فراد، يعني يعتبر نص قيمة المكثف تقريبا. طبعا نص قيمة المكثف مش هتقوم للموتور، وهو مش هتديني عزمة في الدوران. فانا معايا مكثف، طبعا كنت انا دايما معايا شايل معايا مكثف احتياطي عشان اجرب بيه. المكثف اهو 16 ميكرو فراد، هجرب بيه واشغل من غير ما اساعد الموتور خالص. زي ما انت هتشوفوا كده، انا مدي الغسالة امر عصر زي ما حضراتكم شايفين، بمجرد ما ضغطت على الباور الغسالة اشتغلت معايا بدون اي مساعدة مني انا. طبعا وكده برضو بتلف في مرحلة الغسيل شمال يمين.
من غير برضو اي مساعدة مننا. طبعا زي ما حضرتكم شفتوا العيد بسيط جدا ومش مكلف، يعني 30 جنيه، ممكن انت تغير المكثف بنفسك وتركبه بنفسك، بس اهم حاجة تتأكد ان المشكلة من المكثف نفسه. يا ريت يا جماعة لو اول مرة تزورونا بالقناة ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. ده وضع الغسيل يا جماعة، الحلة بتلف شمال تريح شوية بعد كده تلف يمين، مع العلم يا جماعة ان الحلة فيها غسيل، يعني انا مش بجرب الحلة فاضية، الحلة فيها حمل والعميل بيشتكي ان الغسالة ما اشتغلتش بالهدوم خالص. وبكده ان شاء الله نكون يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.